نشرة الأخبار من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. استشهاد خبير عسكري لبناني وجرح جنديين أثناء تفكيك عبوة في جرود عرسال، والجيش يعزز إجراءاته في رأس بعلبك بعد اعتداء أمس. الداخلية العراقية تنفي، ومصادر أمنية لبنانية تؤكد للميادين أن سوجة الدليمي المعتقلة لدى الأمن اللبناني هي زوجة البغدادي إضافة إلى ابنته. الرئيس الأسد يؤكد أن ضربات التحالف ضد داعش لم تغير شيئا على الأرض، ويقول أن الجيش السوري هو من يخوض المعارك ضده. الكنيسة الإسرائيلي يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في 17 من أذار مارس. وشهيدان 17 جريحا في انفجار استهدف منزل السفير الإيراني في صنعاء. وطهران تدعو الحكومة اليمنية إلى الإسراع بكشف ضالعين في الاعتداء. أفاد مراسل الميادين باستشهاد خبير عسكري في الجيش اللبناني متأثرا بجراحه في انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها في وادي عطا في جرود عرسال. انفجار العبوة أدى أيضا إلى إصابة عنصرين من الجيش، وكان قد استشهد أمس 6 عسكريين لبنانيين في كمين للمجموعات المسلحة في جرود رأس بعلبك. هذا ويسود هدوء حذر تلك المنطقة بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش والمجموعات المسلحة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وأفاد مراسل الميادين بأن الجيش نفذ قصفا مدفعيا وصاروخيا متقطعا باتجاه تلة الحمراء وتلة أم خالد ووادي عجرم ومعبر الزمراني. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل معنا من رأس بعلبك في البقاع اللبناني مراسل الميادين هناك محمد الساحلي. تفضل محمد، ما الجديد؟ نعم علا، الجيش اللبناني كان قد أنهى من التعزيزات التي استخدمها إلى منطقة جرود رأس بعلبك. نستطيع أن نقول حتى ساعات الظهيرة هناك هدوء حذر لم تخرقه سوى بعض طلقات أو قذائف المدفعية باتجاه عمق الجرود الواصلة مع جرود عرسال، تحديدا عند منطقة وادي ميرا ومعبر الزمراني، حيث سلكت المجموعة المسلحة التي اعتدت على الجيش اللبناني في وادي الإجاصة أو وادي الإنجاصة كما يعرف هنا في المنطقة، الفاصل بين تلة الحمراء وتلة أم خالد. الجيش اللبناني أيضا يقيم حواجز وعمليات تفتيش على طول الأوتوستراد الواصل بين مدينة بعلبك وصولا إلى مناطق البقاع الشمالي في القاع وبلدة رأس بعلبك. كما ترين علا، إن كان يسمح لنا الوقت طبعا، هذه المنطقة التي تشاهدينها هي الطريق الترابية التي توصل موقع الجيش اللبناني في أقصى أثنية رأس بعلبك، حيث وقع في وسط الطريق الكمين بعناصر الجيش اللبناني. هذا الامتداد للجرود أو الطريق الجردية هي بطول 8 كيلومترات، تحيطها بعض التلال على الجانبين حتى نصل إلى، عند تجاوز هذه التلال أو 4 سلاسل نصل إلى سهل يسمى سهل الوسعات، وهناك هذا السهل موصول فيه بجرود رأس بعلبك وجرود بلدة الفاكهة اللبنانية، بالإضافة إلى جرود عرسال التي تتمركز المجموعات المسلحة فيها في الجرد العلوي. أيضا من الجهة الشمالية هناك امتداد لهذه الجبال، هناك طرقات ترابية أيضا تصل حتى وادي رافق. وادي رافق هو أيضا مثلث يجمع جرود بلدة القاع في شمال رأس بعلبك حيث نحن موجودون الآن، بالإضافة ويجمع أيضا جرود هذه البلدة مع جرود بلدة عرسال وصولا إلى جرود بلدة الجرجير وقارة السورية. وهذا المربع علا ما زالت المجموعات المسلحة تتحرك فيه من الشمال في جرود بلدة الجرجير وقارة السورية وصولا إلى الحدود اللبنانية، امتدادا إلى جنوب شرق بلدة عرسال حتى منطقة خربة يونين، حيث يرجح أن تكون عناصر الجيش اللبناني المحتجزين. طيب، إذا ما أردنا الحديث قليلا محمد عن واقع المسلحين اليوم في هذه المنطقة الجبلية، يعني ذات الطرقات
الوعرة اليوم؟ إذا ما أردنا الحديث عن أعدادهم، هل من معلومات واضحة عن قدرتهم؟ هل ما زالت قدرتهم يعني بنفس الفترة السابقة؟ علا، المصادر العسكرية هنا تتحدث عن وجود حوالي 3000 مقاتل من المجموعات المسلحة. أغلبية هذه المجموعات أصبحت تتبع لداعش، لأن معظم الكتائب المقاتلة المنسحبة من القصير والقلمون كانت قد بايعت منذ حوالي الشهر الدولة الإسلامية أو داعش، بالإضافة إلى مقاتلين القلمون، مقاتلي جبهة النصرة الذين يتبعون إلى أبو مالك التلي. نستطيع علا أن نتحدث فقط عن معلومات أن هناك فرضية أن الاعتداء البارحة على الجيش اللبناني هو ردا على إلقاء القبض على زوجة أنس جركس الذي يعتبر القائد العسكري في جبهة النصرة الذي جاء بعد مقتل أبو عزام الكويتي في القلمون قبل أشهر، وبالتالي كان هناك ردة فعل على دورية الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك. هذه المجموعة تواجه طبعا صعوبة كبيرة، وبالتالي البارحة هذا الإنجاز الأمني يضعها في موقع ضغط، لأن المجموعات المسلحة التي تمسك بورقة احتجاز العسكريين اللبنانيين الآن لدى الدولة اللبنانية إنجازين كبيرين، هي سجد دليمي وزوجة أبو علي الشيشاني، وبالتالي هاتين نقطتي ضغط لم تعد تضع المجموعات المسلحة في موقع مفاوضات قوي مع الحكومة اللبنانية. محمد الساحلي مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من رأس بعلبك، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وطبعا سوف نكون معك فور ورود أي جديد أو حتى أي تطورات ميدانية مجددا. محمد الساحلي شكرا لك. الجيش اللبناني كان قد تعرض لكمين على يد مسلحين في منطقة رأس بعلبك في البقاع الشمالي، أدى إلى استشهاد 6 جنود وجرح 7. مصادر أمنية رجحت للميادين قدوم المسلحين من معبر ميرا ووادي عجرم في جرود القلمون لتنفيذ الهجوم. تفاصيل هذا الكمين مع أحمد عبد الله. أهلا بكم. بموازاة نجاحه في تعقب عناصر الجماعات الإرهابية، تعرض الجيش اللبناني لكمين محكم على يد مسلحين يرجح أنهم تابعون لجبهة النصرة في منطقة تلة سيل في جرود رأس بعلبك في البقاع الشمالي. الهجوم أدى إلى استشهاد 6 جنود وجرح 7، واستدعى تدخل الفوج المجوقة لمؤازرة القوة المستهدفة ولسحب المصابين. وفي تفاصيل الكمين، أن قوات الجيش اعتادت إقامة كمائن استباقية متقدمة في جرود رأس بعلبك، وهو الأمر الذي اكتشفه المسلحون فلجوا إلى نصب كمين للكمين. دورية الجيش سلكت الطريق شرق البلدة باتجاه موقع الجيش في منطقة تنية رأس بعلبك الذي يبعد عن البلدة 6 كيلومترات تقريبا. المجموعة المسلحة كمنت للدورية في وادي الإجاصة، وهو ممر إجباري في الوادي الذي يتوسط تلة أم خالد وتلة الحمرة. وفور وصول دورية الجيش أطلقت المجموعة المسلحة قذائف صاروخية باتجاهها قبل أن تشتبك معها بالرصاص. بعد فقدانه الاتصال بالجنود 7، أرسل الجيش دورية إسناد إلى مكان الكمين وتدخل بالمدفعية والصواريخ لمنع المسلحين من سحب جثامين الشهداء والجرحى، فيما انسحبت المجموعة المسلحة باتجاه جرود عرسال. أما عن الجهة التي أتى منها المسلحون فرجحت مصادر أمنية للميادين أن يكونوا قد قدموا من معبر ميرا ووادي عجرم في جرود القلمون، ووصلوا بعد ذلك إلى جرود رأس بعلبك، وخصوصا أن هذه البلدة تحاذي بلدة قارة السورية ولا تبعد عن الحدود السورية سوى 20 كيلومترا. إلى ذلك شيع الجيش اللبناني اليوم شهداءه 6 الذين قضوا في كمين رأس بعلبك من البقاع إلى الشمال، وقد شيع أحد الشهداء انطلاقا من المستشفى العسكري في منطقة بدار في بيروت باتجاه مسقط رأسه في منطقة جبل محسن في طرابلس. شيع شهيد آخر انطلاقا من مستشفى الهرمل الحكومي في البقاع باتجاه منطقة عكار، وشيع شهداء آخرون كذلك باتجاه بلداتهم في بعلبك وزحلة وسط أجواء من الحزن. Thank you.
برضو. وفي العراق نفت وزارة الداخلية أن تكون السيدة التي اعتقلها الأمن اللبناني أمس المدعوة سوجة الدليمي زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي. وقالت الداخلية أن سوجة الدليمي المعتقلة في لبنان هي شقيقة عمر الدليمي المحكوم عليه بالإعدام لمشاركته في تفجيرات سابقة بالعراق. لكن مصدرا أمنيا لبنانيا أكد للميادين أن المعتقلة هي زوجة إبراهيم السامرائي الذي يعتقد أنه أحد أسماء أبو بكر البغدادي. وكشف أن الدليمي اعتقلت مع ثلاثة من أبنائها بينهم فتاة تدعى هاجر يعتقد أنها ابنة أبو بكر البغدادي. وأكد المصدر أن شقيق الدليمي مسؤول في تنظيم داعش وأن لقبه أبو سليمان البغدادي. وكشف أنه بعد إطلاق الدليمي في صفقة إطلاق الراهبات أرسل أبو سليمان موفدا إلى القلمون لاصطحاب سوجة. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب عدم مرافقة سوجة لموفد شقيقها إلى بغداد. وفي العراق أفاد مراسل الميادين بانطلاق عملية عسكرية واسعة اليوم لتحرير أحياء الحوز وأجزاء من أحياء الأندلس والمعلمين والملعب في الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، وذلك بمشاركة قوة من الجيش وأبناء العشائر بإسناد جوي عراقي. وفي الموصل أفاد مراسل الميادين عن صد قوات البشمركة هجوما لمسلحي داعش في قرية عين المانع الواقعة بين سد الموصل وقضاء تلكيف شمالي المحافظة. مراسل الميادين أفاد كذلك بوصول تعزيزات عسكرية عراقية إلى أطراف قضاء بلد جنوب تكريت. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران، كما ينضم إلينا من أربيل مراسل الميادين هناك محمد كريم. والبداية معك عبد الله للحديث عن كل التطورات، تفضل. نعم، على أبرز التطورات الميدانية هو الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية العراقية بالنسبة لزيارة الأربعينية التي يحييها العراقيون والمسلمون في العراق. حسب قائد عملية بغداد، الخطة الأمنية وضعت وهي كاملة وجاهزة للتطبيق، وهي خطة أمنية استخبارية عسكرية يشارك فيها طيران الجيش، وكذلك الطريق مؤمن من كل المحافظات العراقية صوب كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد. بالنسبة للعمليات والحرب داعش في محافظة صلاح الدين، القوات الأمنية العراقية بدأت بالفعل منذ فجر اليوم بعملية أمنية مع العشائر هناك لتحرير الأحياء التي تقع شمال الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة داعش، هي الحوز والملعب كما ذكرتي أنت. وهذه العملية تعتمد على أبناء العشائر بالدرجة الأولى، فالتنظيم بعد السيطرة على هذه المناطق تمكن من إحداث تغيير حتى في البنيان فيها وفي الطرقات فيها. مضافا على ذلك فإن الجيش يتواصل في عملياته باتجاه هيد التي تقع أقصى غرب الأنبار. أما التنظيم فيحاول في جبهة صلاح الدين السيطرة على نقاط استراتيجية تربط الطريق البري بالعاصمة العراقية بغداد ببيجي. هذا هو الطريق الذي تأمن أخيرا بفعل العمليات التي حصلت في تكريت مركز المحافظة في سامراء حيث جنوب تكريت، وكذلك في مناطق الضلوعية وبلد. التنظيم يحاول شن هجمات متعددة على هذه النقاط التي تؤمن الطريق البري ووصول العدو المقاتلين من الحشد الشعبي وكذلك القوات الأمنية العراقية، وبالتالي استدعى الأمر بحسب القيادة العامة للقوات المسلحة إرسال تعزيزات إلى قضاء بلد الذي حاول التنظيم دخوله يوم أمس بالاعتماد على مقاتليه وقاعدته المتواجدة في منطقة يثرب التي تقع على ضفاف نهر دجلة في صلاح الدين. أما في محافظة ديالى علا، فالقوات الأمنية بحسب قيادة الشرطة هناك مستمرة في العمليات معالجة الجيوب الأمنية التي يتركها داعش من انتحاريين وكذلك انغماسيين وبيوت مفخخة وطرقات. وكان قد تمكن الجيش العراقي بالاعتماد على خلية النخبة من نصب كمين لعدد من أعضاء التنظيم في منطقة علا. تفضل أكمل.
نعم، كان التنظيم قد اجتمع عدد من المقاتلين في أحد البساتين وهو خلية نائمة بحسب الشرطة في محافظة ديالى، تمكنت الإسلامية من قتل 5 من التنظيم. هناك أيضا كانت مشاركة لطيران الجيش العراقي لاستهداف تجمعات لداعش، وكذلك كانت هناك مشاركة لطائرات واشنطن وحلفائها في ضرب قتل للتنظيم في الأنبار غرب العراق. هذا عبد الله في الأنبار ديالى وصلاح الدين. عن كركوك والموصل نسأل مراسلنا محمد كريم، هو معنا من إربيل، تفضل محمد. نعم، بالتأكيد هنا العمليات العسكرية هنا لا تزال مستمرة، خصوصا على محوري المخمور وكذلك محور الجوار. الآن القوات الدشمرج الكردية أملت بالكامل هذان المحوران الواقعان شرقي مدينة الموصل. القوات الكردية انتشرت هناك لمساعدة العشائر العربية، وبالتالي هي أغلقت جميع المنافذ التي كان يتخذها تنظيم داعش أو الطرق التي يتخذها لمحاولة التسلل إلى مدينة أو مركز مدينة كركوك. هناك تقدم الآن إلى نحو بجهة ناحية الطيارة التي تمثل هي معقل من معاقل داعش وواقع جنوبي مدينة الموصل. هناك نقطة التقاء ما بين القوات العراقية التي تتمركز في مدينة ميدي الملاصقة للطيارة وكذلك قوات البشمركة الكردية. وبالإضافة إلى ذلك فقط هناك نقطة واحدة فقط على المنطقة الوحيدة التي هي تزال تمثل واحدة من معاقل داعش القريبة من كركوك، ألا وهي قضاء الحويجة. قضاء الحويجة منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظات هناك قصف جوي عنيف من قبل طيران التحالف على هذه المنطقة، وخصوصا على ناحيتي الرشاد والرياض التابعتين لهذا القضاء. وبالتالي هي على ما يبدو أن هناك محاولة لإضعاف مراكز التنظيم داخل هذا القضاء تمهيدا لاقتحامه من قبل القوات الكردية والعراقية مشتركة. وبالتالي هذا المحور الشرقي الموصل. أما المحور الشمالي لمدينة الموصل هناك أيضا محاولة كانت من تنظيم داعش صباح هذا اليوم بالهجوم على استهداف سد الموصل، لكن القوات الكردية وأيضا بوجود الطائرات التحالف تم التصدي لهذا الهجوم. نعم محمد، المسلحين إلى العودة إلى مدينة الموصل. ما يجب الآن هنا باختصار في المنطقة الشمالية هو أن القوات الأمنية سواء كانت العراقية أو الكردية لا تدخل المدينة، هي بدأت بمحاصرة هذه المدن، بدأت بتحرير القرى التي تحيط بالمدن، وبالتالي عملية دخول المدن ستكون في معركة أخرى لربما لكي تكون فيها الخسائر أقل مما هي في الخسائر. نعم محمد، محمد كريم مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من إربيل، شكرا جزيلا لك، وكل الشكر أيضا للزميل عبد الله بدران مراسل الميادين كان معنا عبر الهاتف من بغداد. إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية لا خلاف شخصيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأنه لا ينافسه على شيء، وأن من ينافس الرئيس الفرنسي في شعبيته الفرنسية هو داعش. وقال الأسد إن من غير الممكن القضاء على الإرهاب من الجو ولا تحقيق نتائج على الأرض ما لم يكن هناك قوات برية ملمة بتفاصيل جغرافية المناطق وتتحرك مع الطائرات بهذا الاتجاه. وأضاف أن القول بأن ضربات التحالف تساعد القوات السورية غير صحيح، ولو كانت فاعلة لاستفادت منها، لكنها لم تحدث أي تغيير، وخاصة أن تركيا لا تزال تدعم داعش مباشرة. وتابع الأسد أن السوريين هم من يخوضون المعارك على الأرض ضد داعش. كما قال الأسد أن بقاءه رئيسا ليس هدفا له لا قبل الأزمة ولا خلالها، لكن السوريين لا يقبلون أن تكون سوريا دولة دمية للغرب، وهذا أحد أهم أهدافهم ومبادئهم. وفي بروكسل تصدرت الحرب على داعش اجتماع وزراء خارجية 60 دولة تشارك في التحالف ضد التنظيم، ويرمي الاجتماع الذي بدأ قبل ظهر اليوم إلى تفعيل سبل التوافق على استراتيجية تتجاوز الضربات الجوية. وقد شدد وزير الخارجية الأمريكي في افتتاح المؤتمر على أن غارات الائتلاف بلغت أكثر من 1000 غارة وأحدثت تراجعا في زخم داعش، وكرر مقولة إن المعركة مع الإرهاب طويلة وستستمر سنوات. وعبر سكايب ينضم إلينا مراسلنا موسى عاصي من بروكسل لنسأل أكثر عن هذا الاجتماع، تفضل موسى.
نعم، هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية 60 دولة تشارك بشكل أو بآخر في الائتلاف الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق. اللقاء مستمر حتى 5 PM. من المتوقع صدور بيان أو مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي يترأس هذا اللقاء بحضور مجموعة من وزراء خارجية المجموعة الأوروبية وعدد من وزراء خارجية مجموعة الدول العربية ولا سيما من الخليج، وبالإضافة طبعا إلى العراق حيث يوجد وزير الخارجية العراقية في هذا الاجتماع. إذن من المتوقع أن يتضمن هذا البيان الختامي مجموعة من العناوين التي على أساسها سترسم استراتيجية الائتلاف الأمريكي لمحاربة داعش في المستقبل القريب. الأبرز في هذا البيان أو في المعلومات التي وصلت إلى الميادين أنه لن يكون هناك أي إشارة لإرسال جنود أوروبيين أو أمريكيين على الأرض في العراق تحديدا، وستترك هذه المسألة للقوات العراقية وللقوات أو ميليشيات سنية يجري تسليحها بشكل مباشر على الأرض. هذه المعلومة التي حصلنا عليها من خلال هذه الاجتماعات التي تقعد منذ 9 PM في بروكسل. اللافت أيضا في إشارة إلى أن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل غادر الاجتماع قبل قليل، ومعروف أن الدبلوماسية اللبنانية التي ترتكز على أساس النائب النفس لا تريد أن تبقى في هذا الاجتماع حتى 4 أو حتى 5 PM اليوم من أجل أو قبل صياغة البيان الختامي، حتى لا يكون هناك أي موقف يتعارض مع هذه السياسة، خصوصا وأن البيان الختامي كما ذكرت قبل قليل سيتضمن مجموعة من الإشارات لتسليح قوى معارضة تحديدا في سوريا وتدريبها في سوريا أو في العراق من أجل مواجهة على أساس مواجهة داعش. ولكن كما هو معروف الدبلوماسية اللبنانية لم تدخل في هذه التفاصيل وتحديدا في المسار السوري. هل من لقاءات جانبية بشكل سريع موسى عقدت في هذا الاجتماع؟ نعم، هناك لقاءات ثنائية بين رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكية. بحسب المصادر الأمريكية فإن الوزير الأمريكي استمع للسيد عبادي وزير الخارجية رئيس وزراء العراق لما يطلبه العراق من دعم لوجستي وعسكري في من أجل مواجهة التنظيم الإرهابي. ولا أريد أن أشير إلى ما صدر من تصريحات حول يعني ما قدمه جون كيري في كلمته الافتتاحية هذا الصباح، وتحديدا مسألة أن الضربات الجوية التي بلغت 1000 ضربة جوية حتى الآن منذ بدايتها في سبتمبر الماضي وحتى اليوم أحرز تقدما كبيرا من خلال يعني إعادة، وأن داعش أيضا تحديدا قال أن داعش خسر زخمه في العراق والتحالف مستمر في مواجهته. نعم، في هذه النقطة تحديدا علا هناك يعني فارق كبير جدا بين ما قاله جون كيري وما يجري على الأرض في سوريا وفي العراق. ولكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية أشار إلى أن هذه الضربات بشكل غير مباشر لم تتوصل إلى نتيجة، وحدد أننا بحاجة إلى عدد من السنوات من أجل مواجهة داعش والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي. هذا يتعارض أيضا مع ما قاله كيري بأن هذه الضربات التي بلغت 1000 ضربة حتى الآن أحرزت تقدما على الأرض لمواجهة داعش. هناك أيضا تحذير غير مباشر لعدد من دول الخليج، وسماها جون كيري، سمى هذه الدول البحرين، قطر، العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن على هذه الدول أن تتدخل أكثر في محاربة داعش. قال إن هذه الدول هي موجودة في صلب المنطقة التي تتحرك فيها أو يتحرك فيها التنظيم الإرهابي. موسى عاصي مراسل الميادين كنت معنا من بروكسل عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. إلى غزة، حيث أثارت البيانات المنسوبة إلى تنظيم داعش في القطاع استهجان أهالي القطاع الذين طالبوا بوضع حد لمثل هذه البيانات التي حذرت عددا من الكتاب والشعراء، وطالبتهم بعدم المساس بالعقيدة الإسلامية، ودعت النساء إلى ارتداء الزي الشرعي. 3 أيام لاعتناق الإسلام من جديد ونبذ الأقوال الفاسقة، مهلة داعش ولاية غزة لعدد من الشعراء والكتاب وبالاسم، وفق بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. والعقوبة هي إقامة الحد على الطريقة الداعشية. أجهز نفسي للذهاب إلى النائب العام وتقديم بلاغ ضد ما يسمى بحركة داعش في غزة، وأنا أعتقد أنه الحكومة بتتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الإطار.
الأنصار. لا تغيب النساء عن أجندة داعش، والمهلة هذه المرة أسبوع لارتداء الحجاب الشرعي، تهديد يراه البعض خارج سياق مجتمع غزة المحافظ، مع تشكيك بوجود منظم لداعش. هناك بعض الهواة الذين يتخذون من داعش اسماً لتمرير بعض الآراء الشخصية للتضييق على حرية الناس. أنا أظن أنه هذا لا يجوز، خاصة في ظل وجود أجهزة أمنية أثبتت أنها تستطيع أن تعرف كل شيء في غزة. حماس تقف للحركات المتشددة بالمرصاد، وخير دليل على ذلك قضاؤها على عبد اللطيف موسى قبل 5 سنوات عندما أعلن قيام الإمارة الإسلامية. فأين هي اليوم من بيانات داعش؟ بيانات تعبر عن أراء فردية، بالتالي نحن نطمئن الجميع أنه لا وجود لداعش في قطاع غزة، والأجهزة الأمنية تسيطر على الأمور بشكل كامل. ما بين مصدق ومكذب وغير مكترث، تباينت آراء أبناء غزة وتعددت. ممكن تكون ظاهرة مفتعلة، وممكن تكون ظاهرة موجودة من يعني أفراد قليل العدد. ما في داعش بغزة، حتى لو في ما بيشعرنا بالخوف. هذا كله يعني كلام وهمي، ومجرد أنه بس تشتيت أفكار المجتمع. الله أعلم هي موجودة أو لا، بس من نفسي أنا بحكي داعش لا. حكومة الوفاق الفلسطينية نظرت بعين الخطر إلى البيانات، وطالبت الجهات الفاعلة في غزة بمحاسبة من يقف وراءها. التلويح بسيف داعش من حين إلى آخر تهديد لم يجد صدى واسعا عند أبناء غزة، ولم يأخذوه على محمل الجد رغم يقينهم من استفحال خطر داعش في المنطقة بأسرها. لن شاهين غزة، الميادين. وافق الكنيسة الإسرائيلي اليوم على إجراء انتخابات مبكرة محددا موعدها في 17 من آذار مارس 2015، وهي الانتخابات التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان رئيس الكنيسة الإسرائيلي يولي أدلشتاين قد وجه الدعوة إلى رؤساء الكتل اليوم لوضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات العامة للكنيسة. ومن المتوقع أن يصوت الكنيسة ظهر اليوم على قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، حيث ينتظر أن تصوت إلى جانب القانون أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي. وينضم إلينا حول هذا الموضوع من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، يعني حل الكنيسة والدعوة للانتخابات المبكرة، بداية الأسباب، ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه القرارات؟ ماذا تعني بالتالي هذا القرارات أو هذه القرارات، وعليه كيف تبدو الخارطة الحزبية في إسرائيل؟ السبب هو عدم اتفاق الحكومة وتوازنها في الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية. سياسيا يهودية الدولة، عسكريا هناك خلافات كبيرة حول الميزانية، واقتصاديا لبيد أيضا يريد صفر ضرائب بدل دعم الجيش. وراء كل هذا هو الطامعين بمنصب رئاسة الوزراء في داخل الليكود، هناك طامعين بمنصب رئيس الوزراء بدل نتنياهو أكثر مما خارج الليكود. أما الخرطة الحزبية فتبدو مليئة بالمفاجآت القادمة، وأقول مفاجآت ليس من باب التحليل. موشي كحلون يهودي شرقي في داخل الليكود له تيار جارف، سوف من الغالب أنه سينشق عن الليكود ويكون كتلة خاصة به. يضاف إلى ذلك الحريديم أو المتدينين يمكن أن يتجزأوا. هناك خارطة جديدة حزبية لكن لا جديدة على صعيد السياسة والأمن والاقتصاد. إسرائيل هي هي، ما نشاهده علا ومحاولة لتبادل الأدوار، كل واحد يريد مكان الآخر، وكل واحد يريد هو أن يقوم بما يقوم به الآخر. طيب، هل من ردود فعل فلسطينية ناصر على هذه القرارات؟ نعم، رسميا لا يوجد أي رد، لكن فلسطينيا من داخل الخط الأخضر الدكتور أحمد طيبي أكد بأن الكتل العربية تسعى للدخول بقائمة موحدة. هذا نظريا ممكن إذا تم تجاوز القضايا الصغيرة بين الكتل العربية والاختلافات البسيطة الفنية. من رام الله كان هنالك تصريح للواء توفيق الطيروي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال سواء كان هناك انتخابات مبكرة أو لا يوجد انتخابات مبكرة، كل ما تفعله وستفعله إسرائيل لن يوقف إعلان فلسطين كدولة مستقلة واعتراف العالم بها. ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وكان قد سبق تصويت الكنيسة هذا يوم طويل من التجاذبات والخلافات، انتهى بحل الائتلاف الحكومي. منال إسماعيل والتفاصيل.
يوم عاصف شهدته الحلبة السياسية في إسرائيل أمس، يوم عدم الثقة وتبادل الاتهامات بلغ ذروته بإقالة وزراء واستقالة آخرين، ما يعني نهاية فعلية للائتلاف الحكومي. قررت العمل على مشروع قانون حل الكنيسة والذهاب إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن للحصول على ثقة الشعب. يوم إسرائيل العاصف هذا تميز بتجريح متبادل لا سابق له، متخطيا بذلك كل الحدود في مجال المنافسة على المستوى السياسي، حيث صب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جام غضبه على رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد ورئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني. وزير المالية أخفق في إدارة الاقتصاد وقد عمل مع ليفني ضد الحكومة وضد من يترأسها، بكلمة واحدة يسمون ما قاموا به انقلابا، وعلى هذا النحو لا يمكن إدارة الحكومة. أما ليفني فهي آخر من يعظ بتحمل المسؤولية. كلام نتنياهو هذا قوبل برد قاس من حزب الحركة بزعامة ليفني التي وصفت نتنياهو بالسياسي الصغير. أحتقر تصرف نتنياهو هذا لأنه غير محترم وغير شجاع، تريد توزيع الوظائف على بعض أعضاء الليكود، قل ذلك وافعل، إن تصرفه هذا يدل على عدم مسؤولية. أما رد حزب هناك مستقبل فلم يكن أقل قسوة، وقد تولى وزراء الحزب ذلك. عندما ألقى نتنياهو خطابه ضحكنا، كما فعل كل الإسرائيليين الذين ضحكوا على خطاب كهذا، خطاب خال من الحقيقة. هذا أحد الخطابات الأخيرة لنتنياهو، إنه استعراض مروع وهستيري مليء بالبكاء والنحيب. حدة الاتهامات المتبادلة بين وزراء كانوا حتى الأمس القريب شركاء في حكومة واحدة دفعت العديد من المراقبين إلى طرح تساؤلات عن حقيقة الشراكة الحكومية بين رؤساء أحزاب تجمعهم المناصب وتفرقهم المصالح، ويسيطر الكره والنفور والشك المتبادل على منظومة العلاقات فيما بينهم. ومنذ سنوات ازدادت سيطرة الأحزاب اليمينية في إسرائيل على الكنيسة، ولم يعد لحركة السلام الآن اليسارية مكانة مؤثرة. استطلاعات الرأي الإسرائيلية تؤكد أن هيمنة اليمين على مقاعد الكنيسة خلال الانتخابات المقبلة ستكون أكثر مما كانت عليه خلال انتخابات عام 2013. زهراء الديراني. أهلا بكم. تعيش الطبقة السياسية الإسرائيلية حالة من التوتر على خلفية التوجه إلى انتخابات مبكرة بعد حل الكنيسة، وذلك بسبب انهيار الائتلاف الحاكم والخلافات الحادة بين حزب الليكود وشركائه في الحكم. تجرى الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، ولكن يجوز للبرلمان اتخاذ قرار بتقديمها وإجرائها قبل موعدها، حيث تجرى بطريقة الانتخابات النسبية القطرية، وفيها تحصل كل قائمة على عدد مقاعد يتناسب مع عدد المصوتين لها. العام الماضي أجرى الكنيسة الإسرائيلية الانتخابات 19 34 قائمة انتخابية تنافست على 120 مقعدا، فازت 12 منها بمقاعد في الكنيسة، أما باقي القوائم فلم تحصل على ما يكفي من الأصوات لتجاوز نسبة الحسم التي أصبحت 3% و5 وعشرين. نتائج الانتخابات الماضية زادت هيمنة اليمين الإسرائيلي، الأمر الذي أتاح له تأليف الحكومة بالتحالف مع أحزاب من الوسط. قرار نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات مبكرة وبحل الكنيسة اتخذه بعد ضمان موقف الأحزاب الدينية الحريدية بعدم تأليف حكومة بديلة، وفي ظل توقعات بأن تسميه في الانتخابات المقبلة ما يسمح له بتأليف حكومته الرابعة. الخلافات الشخصية وانعدام الثقة بين أطراف التحالف الحاكم وخاصة بين نتنياهو ووزير المالية المقال يائير لابيد هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى اللجوء إلى هذا الخيار. ومع ذلك هناك خلافات حقيقية بشأن العديد من القضايا مثل الموازنة ونسبة الضرائب التي يجب فرضها على قطاعات معينة، وبشأن حجم الأموال التي يجب تحويلها إلى موازنة الجيش الإسرائيلي
الإسرائيلي، حيث يرفض لابيد الاستجابة لطلب الجيش الذي يعده مبالغا فيه، فيما يرى نتنياهو أنه ضروري لتعزيز قدرات الجيش أمام التحديات والمخاطر التي تحدق بإسرائيل. استطلاعات الرأي الإسرائيلية ترجح أن يحقق اليمين المتطرف المزيد من المكاسب والمقاعد داخل الكنيسة المقبل، وأنه سيعزز من مكانته على حساب أحزاب الوسط واليسار، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تضم أحزاب اليمين والحريديم. وإلى اليمن، حيث أفاد مراسل الميادين باستشهاد شخصين وإصابة 17 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمحاذاة منزل السفير الإيراني في حي الأمن السياسي وسط العاصمة صنعاء. مراسل الميادين أوضح أن الشهيدين هما نجل سائق السفارة وأحد حراسها، وأكد أن السفير الإيراني الجديد لم يكن في المنزل الذي ما زال يخضع لعملية ترميم تمهيدا لانتقاله إليه. هذا ودعت الخارجية الإيرانية الحكومة اليمنية إلى الإسراع بكشف الضالعين في استهداف مقر السفير الإيراني وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المخطوف. وفي الصومال، لقي 5 مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مطار مقديشو. المتحدث باسم الشرطة الصومالية قال إن ضابطا من الاستخبارات الصومالية قضى في الهجوم. من جهتها، تبنت حركة شباب الصومالية التفجير الذي استهدف قافلة تابعة للقوات الأفريقية. وإلى مصر، حيث ندد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالتطرف الذي تقوده بعض الجماعات بجرائم تنظيم داعش البربرية في محاولة منه لتصدير إسلامه المغشوش بالذبح وقطع رأس كل من يخالفه الرأي. وأضاف أن التحالف الدولي ضد داعش لا يدافع عن مصالح الشرق. طيب، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي تشارك فيه العديد من الوفود ومن بينها وفد إيراني، أشار إلى أن ما نعانيه اليوم هو مؤامرة من مؤامرات الأعداء على منطقة الشرق الأوسط لمصلحة إسرائيل وبقائها الدولة الأغنى في المنطقة، مضيفا أن هناك أطرافا ترغب في إبقاء العرب في حالة هزال وضعف وانتشار للحروب في منطقتهم. والقضية الفلسطينية حرف مفهوم الجهاد عند هذه الجماعات المسلحة المتطرفة والطائفية أيضا، وراحوا يقتلون من يشاءون زعما منهم بأنه الجهاد، وأنهم إن قتلوا فهم شهداء في الجنة، وهذا من أشنع الأخطاء في فهم شريعة الإسلام. وفي طهران، انطلقت أعمال الدورة 10 لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي. الدورة التي تنظم تحت عنوان التقارب الإعلامي لأجل السلام والاستقرار في العالم الإسلامي تبحث سبل دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك سبل مواجهة التطرف الديني. وعن هذه الدورة ينضم إلينا من طهران مراسل الميادين نور الدين الدغير. إذن أخبرنا أكثر عن هذه الدورة نور، ماذا عن أجندة أعمال أو أجندة أعمالها، ما المتوقع منها، وباعتبارها هي سنوية بماذا تختلف هذه السنة؟ علا، نعم، كما أشرت بأن هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هناك اجتماع لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي. العنوان العريض الذي أشرت إليه وهو من أجل السلم والاستقرار بالعالم الإسلامي. بالنسبة لأجندة هذا المؤتمر والتي تستمر على مدى يومين متتاليين، هناك 9 نقاط يتم مناقشتها خلال هذه الجلسات التي بدأت منذ صباح هذا اليوم وتستمر إلى يوم غد. هذه النقاط 9 ربما أهم هذه النقاط يمكن أن نشير إليها، وهي موضوع القضية الفلسطينية والتعاطي الإعلامي للدول الإسلامية مع هذا الموضوع، خاصة في ظل ما أشار إليه المتدخل يدخلون صباحا، خاصة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أو نائب الرئيس الإيراني وكذلك وزير الإرشاد الإيراني، في ظل ما تعانيها القضية الفلسطينية من محاولة لتهويد القدس والأقصى وكذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين. كذلك هناك نقطة مهمة وأساسية، وأعتقد أن طهران تحاول أن تركز على هذا الملف في خلال جميع عدد من اللقاءات التي تنظم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهو المستجدات التي تشهدها المنطقة وظهور الجماعات المسلحة التي
تقاتل باسم الدين. وبالتالي النقطة المهمة التي سيتم مناقشتها كذلك وهي التوصل إلى نقطة موحدة فيما يخص التعاطي مع هذا الملف، وبالتالي الحد من ظاهرة التكفير، من ظاهرة الإرهاب، وإيجاد لغة موحدة بين جميع الدول الإسلامية. النقطة كذلك تفضل بشكل سريع نور. نعم نعم بشكل سريع، أي نقطة تتحدث عنها؟ كذلك النقطة الأخيرة وهي المهمة، والتي ربما نتاج الخلاف السياسي الذي يوجد بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وهي قضية الحملات الإعلامية الموجهة عبر القنوات ما بين الدول فيما بينها فيما يخص الخلاف السياسي. وبالتالي هناك محاولة كبيرة لنقاش هذا الموضوع والحد من الحملات الإعلامية والدعائية بين الدول المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي. نور الدين دغير مراسل الميادين كنت معنا من طهران مباشرة، شكرا جزيلا لك. وفي بيروت وعلى مدى يومين اجتمع المئات من النشطاء من مختلف أنحاء العالم في الملتقى الدولي للتضامن مع فلسطين. هذا الملتقى الذي تنظمه الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بحث في آليات توجيه الرأي العام العالمي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. سارة الحاف والتفاصيل. جمعتهم فلسطين من كل أنحاء العالم، استقبلت بيروت الملتقى الدولي الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني. فتحت العاصمة اللبنانية ذراعيها لاستقبال ناشطين وسياسيين وممثلين عن عشرات منظمات المجتمع المدني. الإضافة يمكن هيدي السنة تعتبر من جنوب أفريقيا، السنغال، غانا، مالي، عندك من أمريكا اللاتينية كمان، كان عندنا من تشيلي، من فنزويلا، من آسيا في عندك الهند، باكستان، كشمير، يعني مناطق متعددة. نحن حاولنا نضم يعني تقريبا كل القارات بالممثلين. اجتماعات ونقاشات على مدى يومين أفضت للوصول إلى قرارات تبدأ بإطلاق قوافل طبية إلى فلسطين ولا تنتهي عند إحياء مناسبات فلسطينية على امتداد العام، لما لذلك من أثر على استدامة القضية الفلسطينية في الوعي العام. أنا جيت من غانا لأجل الملتقى. القضية الفلسطينية تعني كل الأحرار في العالم. أنا خسرت زوجي في سفينة مرمرة التي كنا على متنها سويا، وأقول اليوم إن المشاركة في هذه المؤتمرات تساعد في توجيه القضية إلى العالم بأكمله. من الضروري إقامة هذا النوع من الملتقيات التي تشكل مناسبة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، وذلك لإيجاد حلول للمشاكل ولمعاناة الفلسطينيين الذين يعانون من البربرية الإسرائيلية. من المهم جدا إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى لو لم نستطع إنقاذه من معاناته، لكن على الأقل يمكننا إيصال صوته إلى العالم. الكلمات السياسية لم تبتعد بمضمونها عن رأي الناشطين، فمن غزة إلى القدس فبيروت كانت الرسالة واحدة: تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه حتى الحصول عليها. القضية الفلسطينية هي قضية كل الأحرار في العالم، هذه هي الخلاصة التي أجمع عليها المشاركون في الملتقى الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أكثر من 30 دولة. حضر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وناشطون وسياسيون لبحث سبل وآليات توجيه الرأي العام وتدعيم دائرة الحراك الأهلي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة، وللتأكيد على أن البوصلة يجب أن تبقى فلسطين. من بيروت سارة الحاف، الميادين. وعلى هامش الملتقى الدولي الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد في بيروت، جرى تكريم قناة الميادين الفضائية لأدائها الرائد في دعم القضية الفلسطينية وتغطيتها المستديمة للحدث الفلسطيني وتداعياته. رئيس مجلس الإدارة في الميادين غسان بن جدو تسلم الدرع مؤكدا أن المبادرة لفتة تشجيعية وتحفيزية لهذه القناة وللعاملين فيها. تحية إلى الشعب الفلسطيني، تحية إلى غزة، تحية إلى جميع فصائل المقاومة، ولكني أود أن أخص الكتائب المسلحة البطلة الشامخة التي رفعت رؤوسنا ورؤوس العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم، الكتائب المسلحة كلها بدون استثناء. وأخص بالذكر الجماعات الإعلامية والأذرع الإعلامية، ما تسمى بالإعلام الحربي، لهذه الفصائل. وأعتقد أن هذه الفصائل المسلحة وذروعها الإعلامية، خصوصا إعلام الحرب لكل هذه الفصائل، هي التي تستحق بجدارة لقب درة الإعلام العربي الحقيقية.
أهلا بكم. كشفت وزارة الزراعة الروسية أن سوريا طلبت استيراد مزيد من الحبوب الروسية، وذلك عقب اجتماع لمسؤولين من البلدين في موسكو. وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيدوروف أكد في المقابل أن بلاده مهتمة بزيادة وارداتها من الفواكه والخضر السورية. أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الرابية أن رجال الأعمال السعوديين مستعدون لاستثمار أكثر من ملياري دولار خلال 4 أشهر في الجزائر. الرابية كان يتحدث على هامش الاجتماع العاشر للجنة المختلطة الجزائرية السعودية، حيث اعتبر أن الجانب السعودي مهتم ولا سيما بقطاع مواد البناء وصناعة مواد التعبئة والتغليف. يجري وزراء الطاقة لكل من اليونان وقبرص والكيان الإسرائيلي محادثات مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث إمكان مد خطوط لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا. وزارة الطاقة القبرصية قالت إن البلدان الثلاثة ستدرس الجوانب الفنية والجدوى لمد خط أنابيب عبر البحر المتوسط غربا إلى أوروبا لاستغلال الثروات الهيدروكربونية المكتشفة في حوض المتوسط. ويتوقع عقد الاجتماع في 8 من كانون الأول ديسمبر على هامش لقاء أو لقاء مجلس الطاقة الأوروبي. بعد إدانته بتهمة تمويل الإرهاب، طلب البنك العربي ومقره الأردن محكمة استئناف أمريكية بمنع آلاف المواطنين غير الأمريكيين من رفع دعاوى جديدة متعلقة بهذه الاتهامات. وكانت محكمة أمريكية قد دانت البنك العربي في أيلول سبتمبر بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين. وتنظر محكمة الاستئناف الاتحادية في قضية رفعها 5000 مواطن غير أمريكي بحجة انتهاك قانون محاربة الإرهاب. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تعارض عودة شركات صناعة السيارات الأوروبية للعمل في إيران في ضوء تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وتسعى شركات صناعة السيارات الأوروبية كالفرنسية بيجو وسيتروين إلى العودة إلى إيران التي تعتبر سوقا رائجة ومستهلكا كبيرا للسيارات. طهران تستضيف هذا الأسبوع مؤتمرا دوليا لصناعة السيارات وسط مشاركة أكبر الشركات العالمية. صادق البرلمان الأوكراني على تعيين أمريكية من أصل أوكراني في منصب وزيرة المالية وليتواني على رأس وزارة الاقتصاد. وقد صوت نحو 290 نائبا لمصلحة تعيين هذين الوزيرين وأعضاء آخرين في هذه الحكومة الموالية للغرب والمكلفة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية في بلد يشهد نزاعا مسلحا وأزمة اقتصادية خطرة. دعت إحدى أكبر نقابات الطيارين في ألمانيا إلى إضراب جديد للطيارين في شركة لوفتهانزا يشمل الرحلات الطويلة ورحلات الشحن على خلفية نزاع يتصل بتعويضات نهاية الخدمة. ويعارض طيارو لوفتهانزا شروطا جديدة على برنامج التقاعد وينمون إبقاء إمكان التقاعد المبكر في سن 55 مع 60% من الراتب قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد. توقعت الأمم المتحدة تحسن معدل النمو في أمريكا اللاتينية العام المقبل. اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قالت إن معدل النمو قد يتفوق أو قد يفوق 2% بعدما بلغ 1% فقط هذا العام. وهذه الزيادة الطفيفة تأتي في سياق تعافي بطيء للاقتصاد العالمي وفق ما أوضحت اللجنة التي توقعت أن تحقق البرازيل وهي أكبر اقتصاد لاتيني نموا يفوق 1% العام المقبل، تليها المكسيك بمعدل نمو يفوق 3%. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماع المنتدى العربي الروسي الذي يعقد في الخرطوم بأنه استراتيجي، مشيرا إلى أنه سيناقش قضايا دول الشرق الأوسط. لافروف قال عقب جلسة مباحثات روسية سودانية مشتركة أن بلاده تبذل جهودا لتوفير الاستقرار في القارة الأفريقية وخاصة في جنوب السودان، وأكد دعم بلاده لدور الاتحاد الأفريقي في حل الصراعات الداخلية الأفريقية. ولفت إلى أن عدم الاستقرار من شأنه أن يقود المنطقة إلى وضع شبيه بما يجري في العراق وسوريا. روسيا أكدنا خلال اجتماعنا على أن كل الأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يجب أن تحلها دول هذه المناطق لأن لها الحق في تقرير مصيرها والحفاظ على سيادتها. نؤكد على أن توطيد علاقتنا بالسودان لن يؤثر على توازن القوى في المنطقة وإنما سيحترم التزاماتنا الدولية.
السلام عليكم. حملة تصحيح المسار يواصلها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. فريق الشياطين الحمر تخطى ضيفها ستوك سيتي بهدفين لواحد، محققا انتصاره الرابع على التوالي، فثبت موقعه في المركز الرابع قبل ختام المرحلة الرابعة عشرة. تحسن أداؤنا في الشوط الثاني وسنحت لنا عدة فرص دون الاستفادة منها، وعندما يحدث هذا الأمر في إنجلترا قد تتلقى الأهداف، فتصدى ديمخيا لتسديدة، كما كان أشلي يونغ محظوظا بإبعاد الكرة عن خط المرمى، ولكن عند رؤية المباراة ستقول إن فريقا استحق الفوز وهذا الفريق هو مانشستر يونايتد. على كل الجبهات يتألق ريال مدريد هذا الموسم. النادي الملكي وبتشكيلة بديلة سحق ضيفه كورنيا من الدرجة الثالثة بخماسية. حامل اللقب كان قد فاز ذهابا بأربعة أهداف لواحد، فحجز مقعده في دور 16. ومن المرجح أن يلتقي الجار أتلتيكو الذي يلعب اليوم مع هوستي باليت. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ترفض الطعن المقدم من ألبانيا وصربيا ضد العقوبات الصادرة بحقهما. لجنة الانضباط في الاتحاد كانت قد اعتمدت فوز المنتخب الصربي على نظيره الألباني في تصفيات كأس أوروبا بعدما ألغيت المباراة إثر شجار دار بين اللاعبين. الاتحاد الأوروبي حسم أيضا ثلاث نقاط من رصيد صربيا وأجبرها على اللعب مباراتيها المقبلتين على أرضها من دون جمهور، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 يورو على الاتحادين. على صفحته في موقع تويتر عرض ريفالدو فريقه موجي ميرم من الدرجة الثانية للبيع. اللاعب البرازيلي السابق كتب أنه اتخذ قراره لأسباب شخصية داعيا باللغات البرتغالية والإنجليزية والإسبانية كل من يرغب في الاستثمار في كرة القدم إلى شراء النادي لأنه فريق عريق له إرثه الخاص. فريق موجي ميرم تأسس عام 1932 في ساو باولو. أفضل إنجازاته المشاركة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بين عامي 2002 و2004. وانتقلت ملكيته إلى ريفالدو عام 2008 وفيه ختم مسيرته الكروية. قطر تزيح الستار عن تصاميم رابع ملاعب مونديال 2022. مهندسون إسبان تولوا عملية التصميم كشفوا أن ساعة الملعب ستصل إلى 40,000 متفرج، تنخفض إلى 25,000 بعد المونديال. الطقس داخل الملعب سيعدل بتكنولوجيا مبتكرة لتكييف الهواء تعمل على ضبط درجات الحرارة لتبقى في معدلات مناسبة للجماهير واللاعبين. السطح الخارجي للملعب سيولد الطاقة من ضوء الشمس الذي يمكن أن يصل إلى داخل الملعب طوال اليوم بفضل تصميمه على شكل الماسة. من بوابة ساكرامنتو كينجز عاد تورونتو رابترز إلى سكة الانتصارات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. كايلي لوري كان نجم اللقاء من دون منازع، فسجل 27 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة قاد بها متصدر مجموعة الأطلسي إلى الانتصار الرابع عشر في 18 مباراة. لاعب ساكرامنتو رودي جاي كان على بعد 4 متابعات لتحقيق ثلاثية مزدوجة، سجل 20 نقطة ومرر 10 كرات حاسمة والتقط 6 متابعات من دون أن ينجح في تجنيب رابع مجموعة الهدء، الخسارة الرابعة على التوالي والتاسعة هذا الموسم.